اهلا، اليوم غادي نعمل ماسك ديال اناناس. هاد اناناس غادي نقطعوه وغادي نعملو يتطحن، من بعد غادي نعملو 21 دقيقة في وجهي. ماسك ديال اناناس خرج لي مزيان في الدقائق الاولانيه، كيبقى شويه بحال اللي كتحس به، يعني كيبدا يوزوز شويه، من بعد كيبقى يحس بحال اللي خصك تحك بالحق. ديك الطريفات ديال الاناناس هما اللي كيخليو الجلده تحس بحال اللي خصك تحك. التباقي اعجبني.